رح نستعمل اول شيء البادي ويت تاعنا وزن الجسم، ما رح نحتاج اي مواد، اي ادوات. طبعا 45 ثانيه في المكان ممكن ناخذ اوبشن اسهل بانه ناخذ خطوات الى الجنب، منحرك فيها العضلات السفليه، العضلات العلويه للجسم، وبنرفع الهارت ريت. هذا التمرين رح يكون معنا ل 45 ثانيه، 15 ثانيه ناخذ فيها زي استراحه بسيطه، ننتقل فيها لتمرين ثاني. 15 ثانيه بنرتاح، ننتقل على تمرين ثاني رح يكون في عندنا فيه الووك. رح نمشي ووك على الارض ونرجع باك اجين. طبعا رح نستعمل اجرينا ان سكوات بوزيشن لتحت، امتداد كامل مع الجذع. ممكن نرفع الانتنسيتي اكثر للناس اللي بيحبوا بانهم يضيفوا 1 بوش لتحت ويستعملوا حرق عضلاتهم للصدر فوق. كمان مره كل تمرين بنتذكر رح نعمله من هدول لمده 45 ثانيه متواصلين. هاي التمارين كلياتها هدفها تحريك عضلات الجسم كامل. نرفع الهارت ريت، نحرق فيها كالوريز اكثر. 45 ثانيه ناخذ 15 مكان بنرتاح، وننتقل على تمرين كمان ممكن يكون عندنا تمرين سكوات ننزل فيه بالاجرين استقامه فل كامل. التارجت عندنا هون هو العضلات السفليه للجسم، نحرك عندنا الكوات الجلوت، بنخلي الصدر مرفوع لفوق والظهر مستقيم دائما بهذا الشكل. ممكن نرفع الريذم بانه نزيد السرعه بالحركه فبرتفع عندنا الهارت ريت اكثر. ممتاز. ثواني زي ما اتفقنا 45 ثانيه بيكون عندنا، وبناخذ بينهم دائما كل تمرين وتمرين 15 ثانيه نستجمع فيها النفس، نستجمع فيها قوتنا، ننتقل على التمرين اللي وراه. من السترينث ممكن ناخذ شوي اون ذا سبوت، نركض في مكاننا، ركبنا لمستوى الحوض تاعنا، وممكن في اي وقت حسينا انه الريت طلع ممكن ناخذ هالستيب بمكاننا ونضلنا احنا كمان شغالين بنفس التمرين متواصلين. هذا التمرين رح تحسوا فيه الهارت ريت صار اعلى. جاهز؟ ثواني. خلصنا ال 45، نرتاح في ال 15، ننتقل على تمرين بننزل فيه الهارت ريت، بنعمل سايد لانج، ناخذ دائما خطوه للجنب، اجر واحده مستقيمه وركبه مستقيمه، بنرجع للصفر. يمين شمال. الهدف هون عندنا العضلات الداخليه للاجرين اللي هي الانر ثايز، ونفس الشيء ناخذ الاستقامه بالجسم. تعال من اليمين للشمال. في الرابع نحاول دائما التمارين بتاعتنا تكون مشكله بين القوه، تمارين السترينج والكارديو. كمان واحده من اليمين ونرتاح تماما 15 ثانيه بتاعتنا. نعمل الحركه اللي بعديها اللي ممكن نرفع فيها الهارت ريت وهي حركه البيربيز اللي راح ننزل فيها لتحت ونعمل جمب ستاند اول ذا واي. ننزل للارض باستقامه كامله، اجرينا لقدام، صدرنا مرفوع. شوي شوي لما نتمكن من الحركة نقدر نرفع الردم، وممكن مع الوقت نعمل اد جمب صغير المكان. هاي من الحركات اللي كتير عليها قوة والتارجت بالحرق. اجين نتذكر انه ممكن ناخذهم كمان ستيبس لاي حد، فهي كثير دوبل لمين ما كان في البيت. 45 وبنرتاح مره ثانيه
نهدف كمان مرة لحركة يعني بالجسم، ممكن بهاي المرة يكون فينا تارجت للمعدة بأنه نعمل تمرين فول كامل سيت أبس على الأرض. نتذكر إحنا اليوم عم نعمل تمارين فول بادي ورك أوت نسميها سيركت ترينينج، بتشغل عندنا عضلات الأبر بادي اللور بادي والكور كمان معانا. هاي المجموعة من الحركات دائما بنحطها بسيستم 45 ثانية مع 15 تكون بينهم، وممكن نعيد هاي المجموعة من الحركات كراوند كراوند، ممكن تكون 3 إلى 4 جولات. ممكن من هذا التمرين ناخذ ستيبس للسايد جمب ان ان سكيتر مود، اجين نرفع فيه الهارت ريت اعلى. ناكد هون كمان على عضلات الاجرين، نمد ايدينا باستقامتهم عشان نحرك العضلات الخلفيه للظهر. ممتاز، ثواني. خمسة وأربعين ثانية وناخذ 15. ممكن من هاي الحركة نرجع زي ما بلشنا بالحركة الأولانية مع الجاكس عشان نريح الجسم to cool it down. كثير ممتاز. أي لحظة حسيناها كان دروب، ناخذ كمان حركة للجسم السفلي تحت نسميها اللانجز بالإجرين. نقدر ناخذ إجرنا اليمين لورا لانج إن، ناخذ ستيب لقدام باك دروب وأب أجين. الفكرة هون بالستبس إجرينا واسعين، الركب بنحاول نكون انها 90 درجة، صدرنا دائما مرفوع لفوق. زي ما حكينا لكم هاي مجموعة التمارين ممكن نعملها كلها منفصلة بشكل 45 ثانية كلها مع بعض، ممكن نعيدها جولتين أو ثلاثة نحصل على 20 دقيقة 25 دقيقة في البادي ورك أوت. هذا كان تمريننا لليوم، إن شاء الله يكون على حسن ظنكم.